ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة اسلام طلعت. هنشرح في الترم دوت مادة الاورجنايزيشنال بيهيفير، اسلوب التنظيمي. تمام، مادة نظري وسهلة. المادة محتاجة بس ان انت تكون مركز، تكون فاهم، مش حافظ. مش عايزة ان انت تكون حافظ 100%. تمام، هنبدأ ان احنا نشرحها بالتفصيل. اتمنى ان انا اقدر اشرحها لكم وابدأ افهمها لكم. واللي محتاج حاجة اكون ان انا اقدر اوصلها له، محتاج حاجة يقدر يكلمني في الاخر خالص. تمام، هتلاقوا الرقم، نقدر يكلمني. الرقم بيبقى على شيك، كل الكلام دوت. تمام، هنبتدي في الفيديو دوت نشرح شابتر 1 بعنوان Introduction to Organizational Behavior، مقدمة في سلوك التنظيم. يلا نبتدي نشوف المادة بقى عايزة مننا ايه. طيب، اول شابتر احنا مقسمينه لأسئلة. اول سؤال، يعني ايه اصلا الـ Organizational Behavior؟ What is organizational behavior؟ ما هو السلوك التنظيمي؟ فببدأ أقول إن السلوك التنظيمي دوت هو عبارة عن study of human behavior in organization. ده عبارة عن دراسة السلوك البشري في المنظمة. أنا بدرس السلوك بتاع الناس اللي شغال عندي في الشركة أو في المنظمة بتاعتي عشان أبقى فاهم طبيعة التعامل معاهم إزاي. طيب، ببدأ أقول إن أنا دلوقتي ممكن أقسمها لثلاث حاجات على الأقل. أول حاجة الـ individual in organization، ببدأ إن أنا اشوف سلوك الافراد في المنظمه، ببدا اشوف سلوك الورك جروب، افرقه العمل ازاي. ببدا انا عايز اعرف انا كمنظمه ها اورجانيزيشنال بيهيف، انا ازاي كمنظمه اتصرف مع العمال او الناس اللي شغاله عندي. طيب، تاني حاجه بيقول لي وات از مينينج اوف مانجمنت، وازاي كمان ان المانجمنت دوت اتعمل لها تطوير، مانجمنت اند ديفلوب. فانا المانجمنت عندي او مفهوم الاداره عندي اتقسم لاربع مراحل. اول مرحله اللي هي قبل سنه 1900، قبل الثوره الصناعيه وقبل الكلام ده كله. فكان بيقول لي ان المانجمنت دوت هو عباره عن بروسيس، هو عباره عن عمليه بتعتمد على تريال اند ايرور، بتعتمد على ان انت بتعمل تجارب. تمام، هي عباره عن عمليه قائمه على التجارب والاخطاء. انا هجرب وهغلط، طب لو غلطت هبدا ان انا اقلل من الغلط بتاعي. طيب، التجربه والاخطاء دي انا ببدا اعملها من انا بيبقى عندي اصلا النولج بتبقى قليله، ليتل نولج او ليتل كمان شيرنج. حلو، او ان انا بيبقى عندي ليتنج شيرنج اوف ايديا. ببدا ان انا بشوف ان انا بيبقى عندي القليل من المعرفه او النظريه المشتركه او معدومه كمان، وان انا ما ببقاش اقدر ان انا اعمل تبادل للافكار عندي. طيب، تاني مرحله كانت في القرن 19 بعد الثورة الصناعية اللي هي الاندستريزيشن، بعد الثورة الصناعية او اللي هي بتبدأ ان هي بقى الثورة الصناعية دي كانت عبارة عن بيجين اوف مودرن مانجمنت، عبارة عن الإدارة الحديثة او مرحلة بداية التصنيع في القرن 19. حلو، في القرن 19 في امريكا. طيب، انا دلوقتي بدأنا نعرف الإدارة. تمام، بسبب الصناعات التحويليه الكبيره بدانا نعمل تخطيط للقوى العامله دي ونبدا ننظمها عشان ابدا اسيطر عليها بشكل افضل. فبيقول لي ان انا بسبب الريرج اندستريال، بسبب ان انا عندي صناعات تحويليه كبيره، عندي صناعات ومانيفاكتشرنج كتير. تمام، بدات ان انا ستارتد تو بيتر بلان، ان انا عايز اعمل خطه وكمان اعمل اورجنايز وكنترول للورك فورس عندي. يعني بسبب ان انا دلوقتي بقى في مصانع، تمام، اقل مصنع مثلا مشغل له 200 300 عامل، فانا عايز احط بلان عشان اعرف اتعامل مع مع العمال، وابدا ان انا اعمل عمليه الاورجنايز، وابدا ان انا كمان اعمل عمليه الكنترول عليهم وابقى فاهم الناس دي محتاجه ايه. طيب، عندي تالت ستيج وتالت مرحله اللي هي الساينتفك مانجمنت. ساينتفك مانجمنت الاداره العلميه. طبعا كلنا خدنا في الترم الاول برضو في المانجمنت فريدريك تويل، ده اللي هو فازر اوف مانجمنت، ده والد الاداره. فريدريك تايلور ده والد الاداره. طيب، بدأ يلاحظ، هو كان عبارة عن مهندس. طب بدأ يلاحظ، ان efficient particle of work، بدأ ان هو يلاحظ ان في عندي مسارات غير فعالة للعمال، العمال ما بقوش مثلا حابين يشتغلوا. فبدأ يعمل دراسات على الدراسة بتاعت التايم والموشن ستادي. بدأ ان هو يعمل دراسات على الوقت والحركة. طب يعني ايه بدأ يعمل دراسات على الوقت والحركة؟ بدأ ان هو عايز يعمل دراسة ان انت تستفيد بيها من ان انت تكون عندك ماكسيمم اوت بوت، تطلع الحد الاقصى من الانتاج، وكمان ان انت تبدأ تقلل من الجهد اللي بيبدأ الموظفين يعملوه. ان هو بدأ يعمل مينيمم افورت. مينيمم افورت دوت هو عايز الفكرة كلها، يقول لك انت عندك 100 عامل، طب بال 100 عامل دول طلع لي اعلى انتاج عندك ممكن تطلعه
بحيث ان انت ما تتعبش المتعب ما ترهقهمش، تمام؟ فبدا ان هو يعمل عمليه elimination of waste ذا اوبريشنال ليفل، بدا ان هو يعمل يقلل او يقضي على النفايات اللي في المستوى التشغيلي. اي حاجه مش هتقدر تضيف له قيمه، مش هتاد فاليو ليه الاوتبوت بتاعي، احنا نبدا نلغيها، تمام؟ ما تبقاش مجهود على العمال على الفاضي. فبدا فريدريك يقول ان هو ويطالب بايكوال ديفيجن اوف ورك. يا جماعه لازم يكون في مساواه في تقسيم العمل، ما يبقاش مثلا اتنين تلاته لو هو مثلا مقسمين الماشين دي واقف عليها 10 عمال، حلو، ما يبقاش اتنين تلاته شغالين والباقي كله قاعد، تمام، او الباقي واخد اجازات. لا، لازم نقسم العمل ما بيننا احنا كعشره او احنا كتيم، كل واحد يشتغل. زي مثلا ما الدكتور بيطلب منك برزنتيشن، انت لازم ان احنا 10 جماعه في البرزنتيشن، انت عليك كذا وانا عليا كذا وانا عليا كذا، بحيث ان احنا قسمنا العمل كله، تمام. طيب عندي الرابع ستيج بقى اللي هي البيفير سكول اوف مانجمنت، تمام، اللي هي عندي المدرسه السلوكيه للاداره. مدرسه السلوك الاداريه دي او مدرسه السلوك الاداره دي اتقسمت لحاجتين. اول حاجه الهيومن ريليشن ابروتش، ان هي نهج العلاقات الانسانيه. يعني ايه نهج العلاقات الانسانيه؟ قال لك ان هي عباره عن ركزت على الامبورتنت رول بلايد باي انديفيدوال ان ديترماين سكسسفول اور فيلر اوف ان اورجانيزيشن. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو بدات تقول ان العلاقات الانسانيه دي او نهج العلاقات الانسانيه ده ركز على الدور المهم اللي هتبدا الافراد تاديه عشان تنجح المنظمه او تفشل. يعني ايه برضو؟ مش فاهم. يعني هو بدا يركز على الناس اللي انا هشغلهم دول، الناس دي عندها السكيلز وعندها النولج اللي تبدا تنجحنا انا كمنظمه، ولا ان الناس دي اصلا جايين على الابيض خالص وهيبداوا ان هم ياثروا على المنظمه بتاعتي والكيرف بتاع المنظمه بتاعتي يقل. لا، هو بدا يقول لك لا، احنا عايزين ناس يكون عندها السكيلز عشان تبدا تنجح لي المنظمه بتاعتي. فهو بدا يركز على السوشيال انفيرمنت، اللي يعني هو ركز على البيئه الاجتماعيه المحيطه، تمام، سوردنج زاجو. بدأ يركز على البيئة الاجتماعية المحيطة بالوظيفة والموظفين. هو عايز يشوف الموظفين دي الناس دي جاية منين، الناس دي متعلمة ولا لا، الناس دي عندها احسن سكيلز ولا لا، تمام. طيب عندي برضو واحد خدناه عالم معروف خدناه في المانجمنت، التون مايو. التون مايو دوت عمل اللي هي دراسات هورسين، تمام. قال ان هي عبارة عن بتشوف الهيومن ريليشن موفمنت. بدأ يقول لي ان هي دلوقتي هي واحده من المساهمات الرئيسيه في حركه العلاقات الانسانيه. بدأ يركز على الهيومن ريليشن موفمنت، بدأ يركز على العلاقات الانسانيه والحركه بتاعتها. طيب بدأ يركز عليهم بان هو قسمها لي الجنرال دي، قسمها لي ل فور فيز. الفور فيسز بتاعت الدراسات بتاعت تورسن بدأ يقسم لي. تعالى طب لما احنا نقول اول حاجه، بدأ ان هو يشوف تجارب لتحديد اثار التغيرات في البيئه الماديه على الانتاج. بدا ان هو يشوف طب لو انا عملت change in physical environment الانتاج بتاعي هيبقى ازاي. يعني انا دلوقتي لو غيرت البيئه الماديه دي او في تغيرات جت طرقت على البيئه الماديه، الانتاج بتاعي هيتغير. مثل ان هو زي ان هو مثلا زود اضاءه، زود تهويه، زود مثلا جاب لهم احسن ماتيريال، جاب لهم احسن ماشين. هل الكلام دوت هيأثر على الإنتاج؟ أه طبعا هيأثر على الإنتاج، هيطلع لك أحسن إنتاج. وأنت مثلا يعني أنت لو قاعد أصلا والنور مثلا قاطع، أو عندك مشكلة في التكييف في المروحة في المكان اللي أنت قاعد فيه، تمام، لو أنت في الجامعة مثلا والتكييف فاصل أو الكهرباء قاطعة وقاعد بقى وبتاع والجو حر، وإحنا مثلا في الصيف ورمضان داخل علينا والكلام ده كله، أنت إنتاجك أصلا وفهمك للدكتور وهو بيشرح مش هيبقى موجود، لأن مفيش تهوية. طب ومفيش إضاءة، طب تعالى يا عم أنا لما أوفر لك تهوية وأوفر لك إضاءة، مش أنت هتبقى فاهم لما يبقى مثلا الدكتور بيشرح كده ولا بيشرح من بروجكت، هتبقى فاهم بقى أنهي أحسن طريقة بالنسبة لك. طيب تاني حاجة، هو بدأ برضو يعمل ديترماين ذا افكت اوف تشينج ان وركينج كونديشن. بدأ ان هو يشوف اثار التغيرات في ظروف العمل. يعني ايه في ظروف العمل؟ بدأ يغير من ظروف العمل، من هو مثلا بدأ يشوف دلوقتي عدد ساعات العمل، تمام، بدأ يشوف طب لو هو مثلا حط ريست بيرد، لو ده مثلا بريك، طب لو هو مثلا المرتبات بتاعت المرتبات دي موجودة ولا لا. المرتبات دي زي مثلا ان انت بيوفر لك تهوية، تمام. طيب هل الكلام ده هيأثر؟ اه هيأثر. بحيث طب هيأثر ازاي؟ وانت مثلا بتشتغل 8 ساعات،
ماشي، ولا بتشتغل 16 ساعة؟ أنهي الأحسن؟ لا أنا هشتغل 8 ساعات وهروح أنام وهاجي تاني يوم فايق، هقدر تاني يوم إن أنا أشتغل، تمام؟ طيب لو أنا حطيت لك الريست، يا عم بقول لك إن أنت تشتغل 8 ساعات مثلا فيهم ساعة بريك، تمام؟ يعني هتشتغل مثلا 3 ساعات ونص وتاخد نص ساعة بريك، و3 ساعات ونص تانية وتاخد نص ساعة بريك، أنت بالنسبة لك أصلا في النص ساعة دي أنت هتفصل، زي ما أنت وأنت بتذاكر بتعمل كده برضه، وأذاكر ساعتين ثلاثة وآخد نص ساعة ولا ساعة بريك وأرجع تاني أكمل، أنت بتصفي ذهنك، تمام؟ فبالنسبة له دوت أثر برضه على عملية الإنتاج. طيب تالت حاجة هو بدأ يشوف دلوقتي إن أنت لو عايز يشوف مشاعر العمال، الاتيتيود والفيلينج بتاعت الوركر، بدأ ان هو يحدد بقى، يعمل انترفيو بروجرام، تمام، تو ديترماين وركر اتيتيود اند فيلينج. بدأ ان هو على نطاق الكوكب او على نطاق مثلا العالم، تمام، بدأ يعمل مقابلات دي عشان يقدر يحدد موقف ومشاعر العمال. موقف ومشاعر العمال ايه؟ تعالى اقول لك مثال بسيط، انت لما بتيجي مثلا تروح تقدم على شغلانه كول سنتر او اي شغلانه، بيجي يقول لك طب مثلا لو صاحبك اللي هو شغال معاك في نفس الشيفت بيواجه مشكله مع عميل ما، انت ايه هيكون تدخلك؟ انت هتتدخل ولا لا؟ فهو بيبدا هنا يشوف انت هتتعامل مع الموقف ده ازاي، هتتعامل مع سلوكك هيكون ايه في الوقت دوت، تمام. هو برضو عايز يعرف الموقف والمشاعر بتاعت العمال لو اتحطيت في مشكله. طيب رابع حاجه ان هو بيبدا يعمل اناليسز للسوشيال اورجانيزيشن نتورك، بدا ان هو بيعمل تحليل التنظيم الاجتماعي في العمل. طيب الناس لو اشتغلت تيم ولا الناس تشتغل لوحديها؟ لا بالنسبه له الناس لما تشتغل تيم احسن، ليه؟ زي ما قلت لك، بدل ما انا ما اشتغل لوحدي ابقى انا شغال الثمان ساعات كلهم انا عليا لود وعليا ستريس، ولا ان احنا نبقى 10 مثلا ولا 5 ونقسم العمل ما بيننا، تمام. فهو بالنسبه له ان انا عندي التون ميضه واتعمل الاربع دراسات دول او عمل الفور فيزز دول عشان يعرف ان انت لو حصل تغريب في الكلام ده هيزود على الانتاج بتاعي للمنظمه، تمام. بيبدا يعرفني ان انا في ان العمال بتتفاعل مع السوشيال كونديشن في ظروف اجتماعيه العمال بتبدا تتفاعل معاها. ظروف اجتماعيه ان العمال بتبدا تتفاعل معاها زي مثلا ان انت عندك في الانفورمال جروب بريجر، ان انت بيبقى فيه ضغوطات المجموعات غير الرسميه، تمام، اعترافات الاعتراف الفردي للعامل، ان احنا مثلا انا وانت بنقعد مع بعض نيجي مثلا نقول والله ده في شغل صعب، ده مش عارف ايه، ده كذا كذا كذا، انا لو ما فرغتش الطاقه اللي جوايا دي مش هعرف اشتغل، تمام. او ان احنا مثلا بتيجي لقيتني متضايق في الشغل فبتيجي تقول لي مالك، بقول لك والله ده واحد اتنين تلاتة، تمام. نفس الفكرة انت لما بتبقى قاعد في محاضرة مثلا بتيجي تقول الدكتور ده انا بفهم منه، صاحبك يقول لك لا والله انا بيقع مني مش عارف ايه، تمام. انتوا الاتنين بتبدأوا تتكلموا بيبقى في احترافات فردية، مش هتروح تقول للدكتور والله انا ما بفهمش من حضرتك كذا، لا انت تتكلم مع زميلك. طيب تاني حاجة بتنقسم ليها المدرسة السلوكية دي عندي اللي هي البيهيفير ساينس ابروتش، عندي نهج العلوم السلوكية. نهج العلوم السلوكية دوت هو عبارة عن يركز على الـ issue of human behavior. issue of human behavior بيركز على قضية السلوك البشري، بيركز يعني ايه قضية السلوك البشري، بيشوف انت كفرد او انت كعامل في المنظمة هتبدأ تتعامل ازاي. انا هركز ان انا هجيب ناس تدرس سلوكك، تمام، وهي دي بتبقى مهمة مثلا الناس بتوع الـ HR. حلو، بيبدأ يعرف لي ان كل شهر مثلا والله لا ده فلان عمل مشاكل كذا كذا، ده سلوكه مش نافع في المنظمة بتاعتنا، ان هو مثلا سلوكه عدواني، لا ده منطوي، تمام، لا ده متنمر على زمايله، لا ده ما بيحبش يشتغل. طب من خلال ان هو بقى بيعتمد عليهم ايه؟ من خلال ان هو بيعتمد على الفسيولوجي والسيكولوجي، بيبدأ يعتمد على علم النفس وعلم الاجتماع عشان يبدأ ياخد قراره. طيب تالت سؤال عندي، ايه هي ادوار المدير المهمه في المنظمه؟ What are the major role of manager in the organization؟ انا عايز اعرف ايه الادوار المهمه او ايه ادوار المدير اصلا في المنظمه. عندي ثلاث حاجات. طيب اول رول عندي اللي هي الانتربرسونال رول، عندي لازم يكون في حاجة اسمها الأدوار الشخصية. الأدوار الشخصية دي أنت كمدير لازم تكون ليدر، لازم تكون لازم يكون أنت عندك قائد، أنت تكون قائد كلمتك مسموعة، ليك سيطرة أو ليك حكم على العمال أو الموظفين اللي معاك، تبقى أنت عندك
قدرة على الاتصال والتواصل مع العمال، يكون في تشانل ما بينكم كده مفتوحة، كل واحد يبدأ يقول لو العامل عنده مشكلة يا جماعة أنا مكتبي مفتوح، زي ما بنسمع إن المدير أو أي حد يقول لك أنا مكتبي مفتوح ليكم، تعال لو أنت شايف في مشكلة في الشغل تعال قول لي. طيب تاني حاجة انفورميشنال رول، عندي برضو الأدوار الإعلامية. الأدوار الإعلامية دوت زي إن أنا بيبقى عندي السبوك بيرسونال اللي هو المتحدث الرسمي، عندي المينيتور المراقب، عندي الديسمينيتور اللي هو الناشر. يعني اي منظمه بيبقى حاطه مدير انت اللي هتتكلم باسمنا، انت اللي هتطلع مثلا في اي ايفنت تطلع تتكلم، المنظمه والشركه بتاعتنا دي مسؤوله عن ايه، تطلع تكذب اخبارها، تطلع تقول اخبارها، تطلع تقول تشرح البلان بتاعتنا. تمام، بنقي واحد يكون لبق في التحدث يقدر يقنع الناس، تمام، عشان يقوم بالادوار دي. طيب تالت دور ديسيشنال رول، ادوار القرار. ادوار القرار ده ان انا بيبقى عندي مثلا بحط واحد يكون يقدر يعمل عملية التفاوض انجريشن ما بينه وما بين اي منظمة، ما بينه وما بين اي مثلا تعالى احنا هنعمل ديل، تعالى انت بقى هتتفاوض وهتخلي العميل اللي جاي او الشريك اللي جاي دوت البارتنر اللي جاي لنا يخليه يوافق. تمام، طيب في عندك مثلا الريسورس الوكيتور اللي انا بيبقى عندي حد مخصص للموارد، بجيب واحد تعالى انت اللي هتبدأ تخصص الموارد، وان انت دورك ان انت تقول لنا والله احنا مثلا لو عايزين مثلا نخش مشروع او عايزين نوافق على اتفاقيه معينه، هل الموارد اللي عندنا دي هتقدر تكفينا، هل الالات دي هتقدر تكفينا، هل الرو ماتيريال ده هتقدر تكفينا، السكيلز بتاعت العمال هتقدر تكفينا وتخلينا نعمل الكلام دوت ولا لا. طيب عمالين نتكلم عن المنظمه وادوار المدير في المنظمه والكلام ده كله، طب يعني ايه اصلا الاورجنايزيشن؟ الاورجنايزيشن ده بيقول لك هو عباره عن ستراكشر سوشيال سيستم، المنظمه هي عباره عن السوشيال سيستم. طب السوشيال سيستم دوت بيبدأ ان هو يتألف من ايه؟ يتألف من جروب اند individual working together to meet objective. يعني ايه؟ اول تعريف للمنظمة بيقول لك ان هو نظام اجتماعي منظم يتألف من مجموعات وافراد يعملون معا لتحقيق الاهداف. ده بيبقى structure social system. احنا يا جماعة المنظمة دي حاطين نهج او حاطين نظام هنمشي عليه وهنتبعه، تمام، ما بين الافراد او مجموعات الافراد اللي هتبدا تشتغل مع بعض عشان يحققوا لي الهدف. طيب تاني تعريف بيقول لك ان الاورجنايزيشن هي عباره عن سوشيال انتيتيز اللي هي كيانات اجتماعيه. طيب الكيانات الاجتماعيه دي بتبدا ان هي تشتغل مع بعض عشان في كومن جول، تمام، بيبدا ان انت تعمل جروب افورت، يعني بيبدا ان انت عندك في هدف مشترك عايز تحققه من خلال الجهد الجماعي. طيب معلش انت عمال تقول لي كيانات اجتماعيه سوشيال انتيتيز، عمال تقول لي الجول هدف، انت عايز تحقق هدف او تحقق اوبجكتيف، طب عايز بتقول لي ان انت في عندك الجروب افورت، طب تعالى نشرحهم. طب اول حاجه السوشيال انتيتيز الكيانات الاجتماعيه دي بيقول لك هي عباره عن الكاركترستيك اوف ان اورجانيزيشن، يعني عباره عن السمات الأساسية للمنظمة. السمات الأساسية للمنظمة إن أنا بحط طريقة الناس كلها تتعامل بيها، الأشخاص أو الناس اللي في المنظمة تبدأ تتعامل بيها. أنا بحط يا جماعة اللي هي عبارة عن كيانات اجتماعية عشان أنا بحط في العمال عليهم حقوق، ليهم حقوق وعليهم واجبات، تمام، المدير مدير القطاع عليه حقوق وعليه واجبات، مدير الانتاج عليه حقوق وعليه واجبات، مدير التسويق عليه حقوق وواجبات، تمام، بحط لكل واحد دور يعمله وحاجه مطلوبه منه، ابدا انا اقول له تعالى انت حققت دوت او ما حققتوش. تمام، طيب عايز اعرف يعني ايه الجول اكومبليشمنت اللي هو تحقيق الهدف. انت عمال تقول لي تحقيق هدف، ده تحقيق هدف ايه؟ بيقول لك ان المنظمه بتبدا تجمع الناس لسبب معين، لريزون معين او جول. الناس دي بتبدا، انت بتجمع الافراد في المنظمات لسبب او هدف معين، انت بتبدا تجمع تعالى انت عايز تشتغل مثلا عشان تقبض، صح، انت عايز تشتغل عشان تقبض، وانا عايز اشتغل عشان او انا عايز اشغلك عشان انت تبدا تحالي
الهدف بتاعي، الهدف بتاعي ان انا مثلا اخليك ان انت لو احنا شركه تليفونات هننتج اكبر كميه منها، تمام، ان انت تطلع لي اعلى كواليتي، تمام، ليه؟ ان انت مثلا واحد عندك السكيلز وعندك المهارات، انت خريج مثلا اي تي، تمام. طيب الجروب فورت اللي هو جود الجمعيه بيبدا يقول لك ان انت الاورجانيزيشن دي ار بيزد اون ذا انتراكشن اند كوردينيشن امونج بيبل تو كومبلمنتش زير جول، يعني بيبدا يقول لك ان انت بتقوم المنظومه دي على التفاعل والتنسيق بالناس لتحقيق اهدافها. احنا يا جماعه نبدا كلنا نشتغل مع بعض عشان نحقق اهدافنا، بيبقى احنا كلنا بنعمل جهد جماعي، جهد مع بعضينا عشان نحقق اهدافنا. زي ما انت زي ما قلت لك الدكتور بيطلب منك برزنتيشن مثلا على 20 درجه، فانت بتبدا تجمع تيم، كلنا هنشتغل، كلنا هنعتمد على التنسيق والتفاعل ما بيننا، انا هعمل كذا وانت هتعمل كذا عشان كلنا نحقق الهدف بتاعنا اللي هو ان احنا ناخد ال 20 درجه. طيب السؤال الخامس بيقول لك وات از اورجانيزيشنال بيهافير، ايه هي الاو بي؟ تعالى بيسالني تاني، طيب احنا اتكلمنا شويه، فتعالى نشوف السلوك التنظيمي دوت او السلوك البشري ده هيتغير تاني ولا لا. فبيقول لك ان الاو بي دي هي بتشير ذا ستادي اوف اتيتيود اند بيهافير، هي عباره عن دراسه المواقف والسلوكيات للانديفيدوال اند جروب ان اورجانيزيشن to help improve organization performance and effectiveness. يعني بيقول لك ان الاوبي ده عباره عن دراسه المواقف والسلوكيات للافراد والجماعات والمنظمه لتحسين اداء المنظمه. طيب يعني السلوك التنظيمي دوت انا بشوف بدرس المواقف الاتيتيود والسلوكيات والبيهيفير، تمام، اللي ممكن تحصل للناس اللي شغال عندي عشان احسن منها. تعالوا يا جماعه لو مثلا في 2 موظفين ما بينهم علاقة عدوانية، لا احنا لازم نحسنها عشان احنا لازم نحقق اهدافنا، لازم نحسن من المنظمة بتاعتنا، لازم نحسنها من ادائها وكمان نخليه اداء فعال، تمام. طيب بيقول لك ان انت عندك ان الاو بي ده الاورجنايزيشنال بيبر دي هي عبارة عن مالتي فيلد. طب المالتي فيلد دي بتبدأ تاخد المعلومات بتاعتها او ان السلوك التنظيم ده عباره عن مجموعه متعدده من التخصصات، التخصصات دي من تخصصات العلوم الاجتماعيه. فانا عندي 3 علوم، اول حاجه الفسيولوجي علم النفس. طيب علم النفس ده بيقول لك ان هو بيعمل عمليه الميجر والاكسبلين اند سام تايمز تشينج ذا هيومن بيهافير، بيبدا يقول لك ان علم النفس ده بيقيس السلوك البشري وشرحه وتعزيزه، وبيشمل ايه؟ بيشمل ان انت عندك مثلا الريلنينج والبرسوناليتي والايموشن والستريس والاتيتيود والانفورميشن، تعلم المواقف، تمام، بيبدا ان هو مثلا يشمل التعلم والتحفيز والمواقف والتوتر والادراك والكلام ده كله. طيب عندي تاني حاجه السوشيال السايكولوجي، السايكولوجي اللي هو علم الاجتماع. طب علم الاجتماع بيركز على ايه؟ بيركز على people not the individual in relation to their social environment. تعالى بقى، ده انت عندك علم الاجتماع ده مش بيركز على فرد واحد، ده بيركز على مجموعة من الافراد او مجموعة من الناس بيشوف سلوكهم. يبقى انا عندي ان انا علم الاجتماع ده بيركز على الناس مش فرد واحد، بيشوف سلوكهم، تمام، من خلال ان هو بيبدأ يعمل عملية لدراسة الديناميكيات، تمام، ان هو بيشوف الناس دي نظامها، بيشوف الليدر شيب اللي بينهم، الكوميونيكيشن، الباور، الاورجنايزيشنال كلتشر، الاستراكشر، ما بيبدا يقيس ده كله. طيب بيعمل بقى في تالت حاجه، حاجه اسمها علم النفس الاجتماعي السوشيال فيسيولوجي، اللي هو عباره عن ميكس ما بين 1 و2. طيب علم النفس الاجتماعي ده بيدرس تاثير الناس على بعضهم البعض، فوكس اون بيبل انفلونس وان اون وان انذر. يعني تعالى يا عم انا هشوف هدرس السلوك بتاع اسلام، سلوكه بيأثر ازاي على احمد، واحمد سلوكه ازاي بيأثر على محمد، ومحمد سلوكه ازاي بيأثر على اسلام. طيب بنبدأ ان احنا جروب، تمام، بنشتغل مع بعض، بنشوف سلوكنا كلنا بنتعامل ازاي مع بعض، بنشوف سلوكنا احنا عدوانيين ولا هنقدر نتعاون مثلا وناخد درجات البرزنتيشن اللي احنا عايزينها، طب هنقدر نحقق الهدف اللي احنا عايزينه ولا لا، تمام. طيب سادس سؤال عندي بقول وات ار ذا مين جولز اوف اورجانيزيشن بيبي، انا ليه اصلا بدرس الاو بي؟
تمام، او ليه اصلا بدرس سلوك التنظيم؟ بيقول لك عشان تعمل عمليه البريدنج ذا بيهيفير ان اورجانيزيشن، تعمل عمليه الاكسبلينينج بيهيفير ان اورجانيزيشن، تعمل عمليه المانجمنت او المانجنج بيهيفير ان اورجانيزيشن. يعني بيقول لك مين تتنبأ بالسلوك اللي في المنظمه، تبدا تشرح السلوك بتاع المنظمه، ثالث حاجه اداره وكيفيه التعامل مع السلوك دوت. يعني انا اول حاجه لما انا هدرس سلوك الموظفين اللي عندي هعرف اتنبأ بالسلوك اللي هيبقى في المنظمه. لا اه ده انا لقيت كل مثلا الموظفين اللي عندي سلوكهم عدواني، لا ده انا لقيتهم كلهم متعاونين، لا يبقى انا عارف الدنيا هتمشي معايا ازاي في المنظمه. طيب تاني حاجه هشرح السلوك دوت، هشرح السلوك ده ازاي؟ بيجي مثلا الشخص المسؤول عن الاورجنايزيشنال بيهيفير في المنظمه عندي، اللي هو مثلا لو احنا هنقول ان هو ده الراجل بتاع الاتش ار، متخصص في الكلام دوت، متخصص في دراسه السلوك، هيجي يقول لي والله ده احنا متوقعين او توقعنا 1 2 3 بسبب ان احنا عندنا مثلا 50 عامل، 10 منهم سلوكهم عدواني، ال 40 التانيين سلوكهم متعاون، الكلام ده كله. وثالث حاجه ان انا هقول ازاي هقدر ادير واتكيف او اتعامل مع السلوك دوت، هنقدر نتغلب على مثلا الناس العدوانيه دي ازاي. تمام. طيب السؤال السابع بيقول لك بقى اشرح الليفلز اوف اناليسيز ان اورجانيزيشن بيفير، وكمان قول لي هما ليهم علاقه ببعض انترليتد ولا لا. طيب انا عندي 4 ليفل، اول ليفل انديفيدوال ليفل، ده السلوك الفردي. حلو. طيب السلوك الفردي دوت بيبدا يقول لي ان هو كونسيرند، بيهتم او بيبدا يتعلق بان انا ببدا اعمل عمليه اندرستاندنج لديترمايند اوف انديفيدوال بيهيفير اند البرفورمانس ليفل، من خلال ان انا بفهم الموتيفايز والاتيتيود والبرسوناليتي بتاعه الموظفين. يعني بيبدا المستوى الفرد ده يتعلق بفهم محددات سلوك الفرد، مستوى ادائه، من خلال ان انا بفهم الموقف بتاعته، السلوك، الشخصيه بتاعته. طيب ذا تاني حاجه ذا جروب ليفل، ايه المستوى او مستوى المجموعه او المستوى الاجتماعي، فبيبدا يقول لك ان هو بيهتم بالبيهيفير اوف سمول جروب انكلودنج الكاركترستيك والجروب دايناميك اند الريليشن شيب. بيبدا يقول لك انا بعد ما درست كل واحد على حده او كل شخص لوحده في الانديفيدوال ليفل، ببدا اشوف الجروب ليفل، ببدا اشوف الناس اللي هم مثلا شغالين مع بعض على ماشين واحده، اللي شغالين مع بعض في مكتب واحد، الناس دي الكاركترستيك بتاعهم ايه، الجروب دايناميك بتاعهم ايه، الريليشن اللي بينهم ايه. يعني ببدا افهم انا الخصائص بتاعتهم، بفهم انا الديناميكات بتاعتهم، العلاقات ما بينهم كويسه ولا لا. طيب تالت حاجه بدرس الاورجنايزيشنال ليفل اللي هو السلوك او مستوى المنظمه، بان انا بشوف السلوك دوت، ببدا ان انا اهتم بيه الاورجنايزيشنال ديزاين اند ات از امباكت اون اورجنايزيشنال بيهيفير. يعني ببدا اشوف طب سلوك الانديفيدوال ليفل والجروب ليفل ده سلوكهم ازاي هياثر على المنظمه بتاعتي، ازاي الناس دي هتاثر على اداء والانتاج بتاع المنظمه. طيب رابع حاجه الانفيرمنت ليفل، انفيرمنت ليفل المستوى البيئي، يتعلق بتحديد القوى البيئيه اللي بتبدا تاثر على المنظمه، بيهتم ب الانفينيشن اوف ذا انفيرمنت فور سويتش ذا انفلونس ذا اورجانيزيشن. يعني بشوف انا البيئه اللي المنظمه دي فيها هتبدا تاثر عليها ازاي، ما انا عشان ابقى فاهم ان في مدخلات، في بروسس، في مخرجات، فانا عايز افهم المدخلات دي اللي انا تبدا تاثر عليا والمخرجات دي اللي انا ببدا اثر فيها في البيئه. طب والله الانفيرمنت اللي انا فيها ده بفهم ايه الاقتصاد، ايه نظامه، الدولار عالي نزل، طب في تعويم مفيش تعويم، طب انا هشوف انا اصلا المنتج بتاعي ده لما يطلع هياثر ازاي على الناس، الكلام ده كله. تمام. طيب اخر سؤال عندي في الشابتر دوت، وهو السؤال الثامن اللي ببدا اسال نفسي، ايه هي التشانل جوي الاوبورتيونتي فور اورجانيزيشنال بيجر، ايه هي التحديات والفرص اللي هتبدا تاثر على السلوك التنظيمي؟ فبيقول لي اول حاجه ريسبوندينج تو جلوباليزيشن، ايه الاستجابه للعولمه. طب معلش انا اول مره اسمع كلمه عولمه، عرف لي يعني ايه جلوباليزيشن او الجلوبال. فبقول لك ان هي عباره عن البروسيس، طب بروسيس اوف انتر كونكتنج the world people with respect. يعني بيبدأ يقول لك ان هي عملية ربط الشعوب ببعضها البعض، من خلال ايه بقى، ومن خلال جوانب ايه، من خلال الكلتشر، من خلال الايكونوميك، من خلال البوليتيكال، من خلال التكنولوجيكال والانفيرومنت،
عشان بيبدأ يقول لك انت العولمه دي هي عمليه ربط شعوب العالم بالجوانب الثقافيه والاقتصاديه والسياسيه والتكنولوجيه والبيئيه. انا بربط مثلا مصر بانجلترا بفرنسا، ماشي، بنبدأ نتشارك الثقافه، تمام، نبدأ نعمل، انا بفهم مثلا شويه الناس بتوع فرنسا بيفكروا ازاي، بتوع فرنسا بيبدأوا يشوفوا مثلا الناس بتوع مصر بيفكروا ازاي، طب تعالى نشوف ايه احسن التطورات اللي وصلتها فرنسا، طب ايه احسن التكنولوجيا اللي وصلت لنا في مصر، طب ايه السياسات اللي بتبدأ فرنسا تتخذها، ايه السياسات اللي مصر بتمشي عليها، طب المستوى الاقتصادي هنا، طب المستوى الاقتصادي هنا. طيب في حاجة تانية عندي اللي هي المالتي ناشونال كومباني او المالتي ناشونال انترشيب، اللي هي شركات متعددة الجنسيات. شركات متعددة الجنسيات دي عبارة عن ان انا بيبقى عندي منظمات ليها سنجل نيشن اند هاف بارتيشن فيروس كانتري. ببدأ اقول ان شركات متعددة الجنسيات دي هي بيبقى ليها مقر موجود في دولة واحدة وليها فروع في كذا دولة. يعني مثلا باجي اقول انا شركة اديدس، ماشي، حلو، شركة اديدس دي مثلا هي الفرع الام مثلا ليها في باريس، ماشي. طيب تعالى انت بقى بقول اه ده انا فاتح فرع في مصر، فاتح فرع في امريكا، فاتح فرع في انجلترا، فاتح فرع في كندا، فاتح فرع في الامارات، في السعودية، الكلام ده كله، تمام. طيب في تحديات او في تشالنج نتجت عن الشركات المتعددة الجنسيات دي. بيقول لك ان انت المانجر بيواجه مشكلة، بيواجه مشكلة ايه؟ بيقول لك ان هي عبارة عن ازاي هيبدأ يتعامل، تمام، مع تنوع القوى العاملة والتعامل معاهم من ثقافات مختلفة. بيبدأ يقول لك ان انت المانجنج ازاي ورك فورس، تمام، ازاي هيبدأ مع يتعامل مع او يدير القوى العاملة دي، من ان انا عندي اصلا ان الناس دي جايه من كذا دوله من كذا كلتشر. طيب ما انا لازم اكون فاهم ايه المشاكل اللي بتواجههم. يعني مثلا تعالى نفرض مثلا انا مدير، حلو، واحنا الشركه دلوقتي مثلا فاتحه في انجلترا، طب انا عندي ناس جايين من مصر وعندي ناس جايين مثلا من فرنسا وعندي ناس جايين من السعوديه وعندي ناس جايه مثلا من ماليزيا، عندي عمال جايين من الصين، عندي عمال جايين من الهند، طب ما انا كمدير اصلا مش هعرف اتعامل معاهم ومش هعرف اخليهم كلهم يتعاملوا مع بعض. في بقى اختلاف في الثقافه، في اختلاف في اللغه، في اختلاف في الكلام ده كله. طيب كمان بيبدا يقول لك ان انت لازم انت كمدير مانجر، مانجر ماست اندرستاند، لازم يكون فاهم عنده الشوك اللي هتقابله الناس دي في اول ايامهم في الشغل. انت لازم كمدير تبقى فاهم ووعي الصدمة الثقافية اللي هتبدأ يواجهها المغتربون. طيب الاكسبت اللي هم المغتربين، المغتربين دول اللي هم بيبدأ يقول لك دول السيتيزن ان وان كانتري بات ورك اند ليف انذر كانتري. يعني بيبدأ يقول لك المغتربين دول ناس من دولة شغالين وعايشين في دولة تانية. يعني انا دلوقتي لو سافرت امريكا انا كده ابقى مغترب، ليه؟ انا اصلا مصري بس انا جاي اشتغل واعيش في امريكا، تمام، فانا بالنسبه لهم كده انا مغترب. حلو. طيب في برضو الكلتشر شوك، الصدمه الثقافيه اللي بنقول عليها، اللي هو ازاي العاملين في الخارج هيبقوا مرتبكين ان انت بتشوف نيو كلتشر. يعني انت هتبدا تقابل فيسد دوز نيو كلتشر. انا دلوقتي جاي من مصر، تمام، جاي من مصر، عايز رحت مثلا يا عم رحت فرنسا، حلو، ما انا ما بعرفش اتكلم فرنسي، مش فاهم الثقافه بتاعت فرنسا ماشيه ازاي، مش فاهم طبيعه اكلهم، مش فاهم مثلا طبيعه التعامل، تمام. فهي دي الكلتشر شوك، دي الصدمه الثقافيه اللي هتقابلني، تمام. بيجي يقول لي ان انا دلوقتي الناس اللي بتبقى مغتربه واللي بتواجه الصدمه الثقافيه دي بيمروا بثلاث مراحل. اول حاجه اللي هو دي الانتنتال بيريود، ماشي، هو بيبقى عنده تفاؤل وإثارة بشأن الثقافة الجديدة. الله ده أنا رايح فرنسا، لا ما تقلقش أنا هعرف أتعامل، مش عارف إيه، هوبا بيروح فرنسا اللي هي بقى تاني مرحلة، بيلاقي الكلتشر شوك، بيلاقي إن هو اتصدم. ده أنا مش عارف أتعامل، ده أنا كنت عارف يعني إيه جومابيل مش عارف إيه وبتاع وفيرب أترو أفوار، فأنا فاكر إن أنا كده هعرف أتعامل وهعيش بقى، همسك سفير هناك، تمام. فبيلاقي الصدمة دي.
بعد كده بقى بيبدأ يعمل عملية الاندرستاند والاكسبتنج، تمام، بيبدأ يفهم ويتعامل مع الكلتشر الجديدة. فبيقول لي دي ان هي مثلا بعد افتر اباوت 6 مانثس، بعد 6 شهور بيبدأ بقى يتعرف ان هو يكون جمع له كام كلمة فرنسي، مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب بيجي يخش على تاني حاجة اللي هي الاستجابة. لازم انت كمدير تستجيب للامبلوي نيد بطريقه فلكسبيليتي. يعني انت لازم تعمل عمليه ريسبوندنج تو امبلويز نيد فور فلكسبيليتي، تبدا ان انت يكون عندك الاستجابه لحاجه الموظفين بطريقه مرنه. فاول حاجه ان انت يبقى عندك الفليكس تايم بروجرام، يبقى عندك برامج الوقت المرن. يعني ايه برامج الوقت المرن؟ ان انت تبدا تسهل عليهم، تبدا تعمل ايزر فور امبلوي تو ادابت زير ورك سكيدول، ان انت تبدا تتعامل معاهم بسهوله عشان يقدروا يتكيفوا مثلا على جدول اعمالهم مع متطلبات برضه حياتهم الشخصيه. هما كمان برضه عندهم ديماند اوف زير بيرسونال لايف، هو عايز يشوف المتطلبات الشخصيه بتاعته دي. يعني بيبدا ان انت مثلا تعرفه انت امتى هتوصل الشغل وامتى هتمشي، انت مثلا لا انت النهارده معلش هنضطر ان انت تزود مثلا ساعتين ثلاثه زياده في الشغل، طب هتيجي بدري ساعه، طب هتمشي متاخر ساعه، الكلام ده كله. طيب تاني حاجه يكون عندك الترتيبات العمل الخاصه. ترتيبات العمل الخاصه دي ان انت تكون عامل له الورك ريجمنت، تكون مفهمه هو هيتعامل ازاي. يعني بيبقى في الكستمايز ارنجمنت بين انديفيدوال اند امبلويز اون امبلويمنت تيرم اتش بارتي. يعني بتبدا ان انت تقول ان هو الاتفاقات المخصصه من الافراد وارباب العمل بشان شروط التوظيف اللي تفيد كل طرف. يعني انا هقول لك يا عم تعالى انت لسه جاي جديد في البلد، فمثلا مش هطلب منك ان انت تجهز كل ورقك مره واحده، لا جهز لي مثلا ورقك في خلال شهرين، ماشي، واشتغل معايا خلال الشهرين دول وهنقبض ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. بس انا عارف مثلا ان انت لو ما اشتغلتش وما قبضتش مش هتعرف تحقق نفسك، مش هتعرف ان انت يبقى معاك فلوس اصلا تجيب لي الورق دوت. طيب تالت حاجه الجوب شيرنج، ان انت بتبدا تعمل عمليه ان انت بتبدا تعمل عمليه تقاسم الوظائف. يعني ايه تقاسم الوظائف؟ يعني ان يكون في عمل منتظم، ماشي، من خلال ان هو يبقى العمل المنتظم ده بدوام جزئي يتقاسم فيه موظفين او اكثر في خلال وجبات وظيفه واحده. يعني مثلا ما تجيش تقول له لا والله ما فيش شغل، لا يا عم اعمل حاجه اسمها ريجولار بارت تايم وورك. يعني ايه الريجولار بارت تايم وورك؟ يعني مثلا لو انت عندك مكان، تمام، بس مثلا شايف ان الموظف الواحد مش هيقدر يقعد 12 ساعة شغال على الآلة دي، تمام، فلا تعالى يا عم، طب تعالى انت اشتغل 6 ساعات وهجيب موظف تاني معاك يشتغل 6 ساعات، وبدل مثلا ما هديك $10 في اليوم، لا خد انت 5 وهو ياخد 5، تمام، يبقى انا شغلت عاملين بنفس السعر وشغلت الآلة او المكنة اللي انا عايزها نفس عدد الساعات، تمام، وكل واحد فيكم هيستفاد، انت او هو هتستفاد. طيب عندي رابع حاجه الفولتناتري ريديوس ورك تايم بروجرام او الفي تايم. يعني ايه الفي تايم؟ ان انت دلوقتي بتبدا دي برامج وقت العمل المخفض التطوعي. يعني بمعنى انت بتسمح للامبلوي الاو امبلوي، ماشي، دي بروجرام ذات الاو امبلويز تو ريديوس ذا اماونت اوف تايم زي ورك، تمام، انت بتقول له او هو انت بتسمح له ان هو يقلل وقت شغله مثلا 10 or 20%، تمام، بمقابل ان انت كمان تقلل الاجر. يعني مثلا اغلبية الناس، حلو، عايزة مثلا تسافر كندا عشان تكمل دراستها بره، ماشي، في واحد مثلا حاطط في دماغه ان هو يكمل دراسته بره، فبيجي مثلا يقول له صاحب العمل طب بص انا ينفع بدل ما اشتغل 8 ساعات اشتغل 6، بس بدل ما تديني $20 تديني 15، حلو، عشان اقدر اذاكر، عشان انا مثلا جاي هنا عايز اتعلم يعني اتعلم واشتغل. طب فيقول لك ماشي مفيش اي مشكله، تمام. طيب خامس حاجه كومبارزد وركرز، يعني الورك ويكس دي اللي هي بتبدا ان انت اسابيع العمل المضغوطه. يعني ايه اسابيع العمل المضغوطه؟ العمل لايام اقل كل اسبوع ولكن لساعات اطول كل يوم. يعني انت بتشتغل few days each work but longer hours each day. يعني انت المفروض هتشتغل 8 ساعات في اليوم،
ماشي، هتشتغل مثلا 6 ايام في الاسبوع وليكم اجازه. طب فبيقول لك لا، طب انا مش هشتغل ال8 ساعات، انا هشتغل 12 ساعه، بحيث ان ال6 ايام دول مثلا يكونوا 4 ايام، تمام؟ والانتاج اللي هطلعه لك في ال6 ايام ليك عليا، هطلعه لك في ال4 ايام برضه، تمام؟ طب فانت بتيجي تقول له خلاص مفيش مشكله. طيب يقول لك ال contingent work force اللي هي عباره عن القوى العامله في الوحدات، يعني بيبقى في انت بتحتاج اشخاص معينه مؤقتا للعمل حسب الحاجه لفترات زمنيه محدوده. يعني انت بتجيب ناس هيشتغلوا وقت معين، انا عايزهم بس في الفتره دي. يعني انا مثلا عندي مصنع، طب المصنع المفروض ان انا كنت اسلم 30,000 يونت في خلال اسبوع، حلو، في خلال اسبوع 30,000 يونت، ما عرفتش مثلا، انا خلاص النهارده 5 يوم وما عملتش غير 20,000 يونت. طب في اليومين دول انا هجيب، بدل ما انا عندي 100 عامل هجيب 200 عامل، تمام، يشتغلوا معايا اليومين دول عشان احقق ال 30,000 يونت، وبعد كده همشيهم تاني، تمام. طيب عندي 7 حاجة اللي هي التكنولوجيكال او التكومنتنج او التيل ووركينج، اللي هي عبارة عن ان انت بتشتغل من العمل عن بعد، ان انت بيسمح للموظفين استخدام تكنولوجيا الاتصال لاداء العمل من مواقع بعيدة، مثلا زي ان انت بتشتغل من البيت. مش انت ممكن تشتغل من البيت مثلا، الناس الكول سنتر بعد اول 2 3 شهر بيبدأ يشتغل مثلا من البيت، من خلال اللاب، من خلال ان انت بتسمح له ان هو يكمل شغله. ماشي يا عم، خلاص كمل شغلك من البيت الاسبوع دوت، مثلا تاخد شغلك ده في البيت بسبب ان انت مثلا عندك امتحان، بسبب ان انت عندك اي ظرف طارئ، تمام. طيب اخر حاجه بقى اللي هي الوركينج ان النتوركد اورجانيزيشن، يعني ايه؟ يعني العمل في المنظمات الشبكيه، او بتسمى بالفيرتيكال اورجانيزيشن، المنظمات الافتراضيه. يعني بيبدا يقول لك ان انت بتبدا تستعين بحاجه اسمها الاوت سورس اوت سايد فيرم، بتبدا ان انت تستعين بمصادر خارجيه لشركات خارجيه في جميع انحاء العالم لأداء وظائف غير أساسية. يعني إيه؟ يعني أنت بتبدأ تشتغل عبارة عن إن أنت هتبدأ مثلا، أنا بتيح لك إن أنت تخش على منصة واتنين وتلاتة عشان تبدأ تفهم طبيعة شغلك أكتر، عشان تبدأ تفيدني. ببدأ إن أنا مثلا أدخلك على سيستم شركة تانية، أو بعرض لك بلان لشركة تانية عشان تبدأ أنت تشوف الشركات دي نجحت إزاي من خلال البلان المعروضة، عشان تعمل لي بلان مثلا تبدأ تنجحنا إحنا كشركة، تمام. طيب الحمد لله كده خلصنا شابتر 1، تمام. انا عارف ان شابتر 1 بيبقى طويل شوية، لان هو بيبقى المقدمة للمادة عشان تبقى فاهم المادة، او ملم ان احنا هنتكلم بيه في المادة كلها. فاتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه، وان انا قدرت اوصله لكم بسهولة. معلش بنطول شوية بس عشان نحاول نفهم كل حاجة، بعد كده الشابتر اللي جاية هتبقى قليلة. واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، وان شاء الله هننزل اسئلة والشيت برضه هينزل، تمام. واللي محتاج اي حاجة رقمي قدامكم، هو تقدر تتواصل معايا على الواتساب، وبالتوفيق ان شاء الله.